وصبح عليكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون بارد الصبح بدري ومعتدل بالنهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ومائل للبرودة على السواحل الشمالية ومائل للدفئة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون بارد على شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى، وشديد البرودة على جنوب البلاد. في كمان أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وده على فترات متقطعة. وفي كمان فرص لتكون الثلوج على قمة جبال موسى وسانت كاترين. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة لميا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بيكي يا فندم. أهلا بيكي، وطمنين عن حالة الطقس النهاردة، خصوصا أن احنا الأيام اللي فاتت كان في شوية ارتباك كده في حالة الجو. احنا الحمد لله اليوم بنشهد أجواء شتوية مستقرة على أغلب مناطق الجمهورية، لكن هيستمر معانا انخفاض درجات الحرارة خلال فترات النهار وخلال فترات الليل، وده بسبب وجود امتداد لمنخفض جوي موجود في طبقات الجو العليا بيعمل على تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مدار اليوم. فالسحب دي بتحد من تأثير أشعة الشمس، بالإضافة كمان مصادر الكتل الهوائية معظمها قادمة من جنوب أوروبا مرورا بالبحر المتوسط، فمنخفضة في درجات حرارتها، فبالتالي بنحس بانخفاض درجات الحرارة والأجواء الشتوية. فترات الصباح الباكر الأجواء بتكون أجواء باردة شديدة البرودة، لكن مع تقدم ساعات النهار وسطوع أشعة الشمس بنبدأ نحس بالاعتدال في الأجواء، خاصة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري. يمكن الأجواء في المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط بتكون أجواء مائلة للبرودة، خاصة مع وجود نشاط نسبي للرياح بيزود إحساسنا ببرودة الطقس. أما على المناطق الجنوبية فالأجواء بتكون مائلة للدفء، ده طبعا خلال فترات النهار. أول ما بتغيب أشعة الشمس بندخل في فترات الليل بيحصل انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، خاصة في ساعات الليل المتأخر والصباح الباكر الصغرى بتوصل لتسعة وعشر درجات على القاهرة الكبرى، يمكن كمان المدن الجديدة وشمال الصعيد أقل من تسعة درجات، وسط سيناء أقل من خمس درجات. فأجواء فترة الليل بتكون أجواء باردة إلى شديدة البرودة على أغلب المحافظات الموجودة في الجمهورية. يمكن كمان في فترة الصباح الباكر تكونت شبورة مائية على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، لكن هي كانت شبورة مائية خفيفة ما لهاش تأثير كبير وتلاشت مع سطوع أشعة الشمس. بالإضافة كمان أن اليوم هيكون في فرص لسقوط الأمطار ما بين الخفيف إلى المتوسط على المناطق الساحلية، أغلب المحافظات المطلة على البحر المتوسط على فترات متقطعة من اليوم، يمكن نلاحظها في بعض الأماكن والأماكن الأخرى لا، غير مؤثرة تماما على أعمال الأنشطة اليومية. الأجواء الشتوية المستقرة دي متوقع أنها تكمل معانا إن شاء الله غدا السبت بإذن الله على أغلب الأنحاء بنفس قيم درجات الحرارة، لكن احنا متوقع من يوم الأحد القادم نبدأ نشهد بعض التقلبات الجوية مرة أخرى، هيكون في نشاط لرياح ممكن يكون مثير لبعض الرمال والأتربة، ومع يوم الاثنين هيكون في انخفاض في درجات الحرارة آخر، العظمى على القاهرة الكبرى هتكون 17 درجة مئوية مع نشاط رياح هنحس بيها لو تكون 16 أو 15 درجة مئوية، وفرص الأمطار كمان هتزيد على المناطق الساحلية وهتتقدم لبعض المناطق الداخلية. طيب على ذكر الرياح، الأيام اللي فاتت احنا كنا بنشهد يعني في رياح ومثيرة للرمال والأتربة، هل النهاردة احنا متأثرين بيها ولا خلال الأيام اللي جاية بس؟ لا الحمد لله اليوم وغدا ان شاء الله ما فيش اي رياح هتسبب اتربه ورمال مثاره، رياح بس موجوده في بعض المناطق اللي موجوده في السواحل الشماليه هتخلينا نحس اكتر بانخفاض درجات الحراره. الرياح المثيره لبعض الرمال والاتربه هتكون فقط يوم الاحد القادم، لان هيبقى في سرعات رياح هتتجاوز ال 40 كيلو متر على الساعه، وكمان هتبقى قادمه من على الصحراء الغربيه فهتكون مثيره لبعض الرمال والاتربه. بشكرك في النهايه، شكرا جزيلا للدكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. دلوقتي مشاهدينا تعالوا نتابع درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، وهنبدأها بالقاهرة العظمى فيها 18 والصغرى 10، العاصمة الإدارية العظمى فيها 18 والصغرى 9، اسكندرية 17-11، العلمين الجديدة 17-10، مطروح 16-10، دمياط 18-11، بورسعيد 17-11، الإسماعيلية 18-9، السويس 18-10، العريش 17-10، سانت كاترين 12-3، طابة 20-11، حلايب 21-14، شلاتين 24-14، شرم الشيخ 22-13، الغردقة 20-11.
الفيوم العظمى فيها 19 والصغرى 8، بني سويف 19-8، الوادي الجديد 18-7، أسيوط 18-6، سوهاج 19-7، قنا 19-8، الأقصر 19-8، وأخيراً أسوان العظمى فيها 22 والصغرى 10. دي كانت درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، وكمان عرفنا حالة الطقس. هناخد بالنا أن في صحيح شبورة مائية إنما بسيطة مش بتأثر على الرؤية الأفقية على الطرق، لكن كمان ناخد بالنا ونلتزم بالتعليمات المرورية حفاظاً على سلامتنا. كمان في أمطار من خفيفة لمتوسطة، وخصوصاً في المحافظات الساحلية كمان ناخد بالنا، هي كمان غير مؤثرة على الأنشطة والأعمال اليومية. مرة تانية نرجع لشازلي وباسانت نكمل معاهم باقي فقرة. شكرا لك يا لميا.